يعني والله وعقب الساعة لو يقفلون البث بعد البرايم والله انها زينه، والله انها زينه. أنا زين، لكن الحزن هو الوجع هو تذكر البارح أحلى كان جيت أرقد أنا وياه دايم في السجن ونسولف كل يوم، والبارح قال خلنا نرقد عند العيال، وعد مني بكرة نرقد في السجن. قلت يا ولد خلنا نرقد في السجن نكمل سالفتنا اللي أمس. قال وعد بكرة معك. هاي خير. الله يستر. أوه. إرهم الأدب يا ريجي. عزل. والله العظيم والله ما قد قابلت آدمي مثله في الأدب. إي والله. علي نذر. يو. أنا من طيب رأسه. أي لا ما شاء الله تبارك طيب أخلاق طيب. يا ولد تربية تربية صدق. كتبت لي بيتين بس ما قلتها له، ما بغيت أوجعه. ما بيه حزن. ها. قول ما أدري حزن، ما أدري وجع، ما أدري شجن. السلوك هذا انها سواجتني بعدك، وعدتني تسهر معي وسط السجن، تتركني لحالي تخلف بوعدك. ول عليك شلونك ما قلتها؟ اي والله اني ما بغيت علي نذر انما ما بغيت اغثه. هنا هذه تحت الكاميرا ذي الفيزولية الفرشة خضرة، والله أنا من الحين كذا أنا وهو وعاي وجي ورسنا قاعدين نتفرج. تعودوا من الشيطان. أبو يزن موجود.